كوره. يمكن عايز اقول لك لو انت اخترت 11 لعيب هتظلم لعيبه كتير جدا في جميع الاجيال. يعني انا عندي انا جيل لكن تسعين. انت قناعاتك اكتر جيل اتظلم في النادي الاهلي اللي هو جيل 90 اصلا. الجيل بتاعنا اللي هو جيلكم ما لعبش افريقيا يعني علشان كان في قرار الجيل ده لو لعب افريقيا كنا بصراحه خربنا الدنيا. يعني احنا كل لعيبه كانت يعني انا من وجهه نظري كابتن اكرامي حارس المرمى، كابتن ابراهيم حسن، كابتن هاني رمزي، ماهر همام، ربيع ياسين مع احترام للالقاب. ماشي احنا بنقول في الاسماء. في طبعا الكابتن علاء مهيوب اللي محدش بيجيب سيرته، وده من اللعيبه طبعا نجم كبير. يعني انا كنت بحس واحد من افضل اللعيبه او في الكره المصريه. في الكابتن هادي خشبه، طاهر ابو زيد، ابو تريكه، حسام حسن الخطيب. يعني دول من وجهه نظري افضل، وممكن اكون ظالم حد، لكن هم دول من افضل ال 11 لعيب. ده من وجهه نظرك؟ ده من افضل ال 11 لعيب اللي انا اتفرجت عليهم او شفتهم كتير. في بقى بيجي بركات، بيجي حسام غالي، بيجي الجمعه، بيجي انا ممكن عايز اقول لك على حاجه، مشير حنفي ده من اللعيبه اللي هو عملت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي ومحدش بيجي. في اسماء كمان يعني في الستينات وفي الستينات. في الكابتن صفوت عبد الحليم يعني انا في الكابتن طاري الشيخ يعني في الكابتن احمد عبد الباقي ممكن مصطفى عبده، في الكابتن مصطفى يونس، في الكابتن مصطفى عبده، في لعيبه كتير. في الكابتن جمال عبد الحميد قبل ما ينتقل للزمالك. لا في لعيبه كتير جدا لبست او ارتدت تيشيرت. وفي لعيبه طبعا في الستينات احنا ما شفناهاش. يعني انا اسمع انا الكابتن دزوي الله يرحمه. طبعا كابتن صالح سليم، الكابتن طارق سليم. يمكن كمان انت حضرتك سالته مين افضل مدير كوره. يمكن انا لسه هقول لك مدير كوره الافضل مين. يعني انا وجهه نظري كابتن طارق سليم. طارق سليم طبعا كنا بنعمل عشان انت اتعاملت معاه. لعيبه النادي الاهلي كلها كانت بتعمل له حساب من الكبير للصغير. محدش كان بيقدر يتكلم معاه، محدش كان هو قراره صارم. يعني كان القرار كان كمان هو بس كابتن سابق برضو. دي التشكيلة الأفضل من وجهة نظر كابتن محمود أبو الدهب. يا أفضل 11 لاعب في تاريخ النادي الأهلي. في فلافيو طبعا من اللعيبة المحترفة. في فلافيو، في جيلبرتو، في لعيبة، في وليد صلاح. أنت مختار الاحتياطي عصام الحضري ووائل جمعة، وفي حسام غالي، حسام غالي، عماد متعب، محمد بركات، مجد عبد الغني، أسامة عرابي، مشير حنفي، أحمد فيليكس. ما اخترتش رضا عبد العال؟ انت بتهزر يا كابتن ابو الدهب. كابتن رضا عبد العال؟ لا ده عايز اقول لك على حاجه. انت بتهزر؟ لا بص، ما هو عشان يعني احنا لا انا بستثنى كابتن رضا سيبنا يعني. طبعا هو كابتن رضا عايز. طب ما انا ما اخترتش يعني نفسي يعني. لا ما هو طبيعي ما تختارش نفسك كابتن. لا كابتن رضا عايز يعني. عايز اقول لك على حاجه، انا متفاجئ بصراحه. خلي بالك عايز اقول لك ما تختارش رضا عبد العال. لا عايز اقول لك على حاجه، يمكن الكابتن رضا هيعذرني في الحته دي. عايز اقول لما جينا احنا جينا، ولا انت شايف فترته ما كان انت بيني وبينك شايف فترته ما كانتش مؤثره؟ مين اللي قالك كده؟ مع النادي الاهلي. لا احنا جينا في النادي الاهلي او الصفقات. ما انت ما اخترتوش. لا احنا